اتحاد السويس ولاعب السويس كابتن كابوريا، فيعني بندعم ربنا ان استاد المحافظ يساند الجمعيه ديت ويقفوا جنب منها الجمعيه في طريقها الوقت الحمد لله للشروق تمثل مصر في الدول العربيه. ندعم ربنا ان استاد المحافظ الجمعيه خاصه بآلة السمسميه بس ولا الفن الشعبي؟ ما هي اسمها جمعيه محب السمسميه والفن الشعبي. هي شامله كل الطقوس الشعبيه. برضو كلمنا السيد الوزير على اساس ان يبقى في بيت ثقافه للأربعين، واحنا برضو بنطالب المحافظ من هنا ببيت ثقافه للأربعين، وبكرر الكلام تاني، جناين قطعه صغيره بالنسبه من السويس فيها اربع بيوت ثقافه الأربعين اللي هي ام الفن وام الفنون، ما فيهاش بيت ثقافه. رجاء من السيد المحافظ تكرم علينا ببيت قصر ثقافه